ثلاث نقاط مهمة يفتكها المنتخب الوطني من رحلة أدغال بورتونوفو البنينية عززت موقعهم في صدارة المجموعة الثامنة. فلسفة فاهيد الهجومية كانت واضحة في هذه المباراة بإشراكه لثلاثي فغولي سليماني وسوداني، مع وضعه الثقة الكاملة في وهاب رايس بولحي كحارس أول. دفاع صلب بقيادة العائد مجيد بوغرة الذي أعطى الإضافة اللازمة لزملائه، ووسط ميدان متزن متكون من مهدي الحسن، طيدار ومتعدد المناصب كارل مجاني. العناصر الوطنية كانت الأحسن في بداية المباراة، غير أن الحظ لم يكن لجانب سوداني في ثلاث محاولات، وهو حال كرة فغولي التي ردها الحارس غيوم بيمينو. ولأن مبدأ كرة القدم واضح، فحين تضيع الفرص تتلقى الأهداف، وهو ما حدث في غفلة من دفاع الخضر حيث أمضى المهاجم ريدي جوسيدي هدف التقدم لصالح البنين، هدف لم يثني من عزيمة زملاء جمال الدين مصباح الذين مروا بوقت عصيب في الربع الساعة الثاني من بداية المباراة، قبل أن يتمكن المنقذ سليماني من توقيع الثنائية لصالح المنتخب الوطني. استهلها بطريقة فنية رائعة مستغلا الخروج الخاطئ للحارس البنيني غيوم. دقائق بعد ذلك يعود إسلام سليماني ويوقع ثاني الأهداف برأسية محكمة أنهى بها المنتخب الوطني المرحلة الأولى متقدما في النتيجة. مع بداية المرحلة الثانية ازدادت متاعب أصحاب الأرض بطرد المدافع بادارو نانا ليترك فريقه بعشرة لاعبين، وهو ما استغله جيدا هجوم الخضر بفضل الوافد الجديد نبيل غلاس الذي أمضى هدف الأمان والإطمئنان. أنت في أحسن أحوالك الثالثة. ثلاثية وضعت أشبال فهيد في الطريق الصحيح لبلوغ الهدف المنشود، وهو رفع راية الوطن في محفل ريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2014. وقبل ذلك التأكيد في أدغال كيغالي يوم 16 أمام منتخب رواندا. رانا فرحانين، احنا اليوم في بنا سيتي ديفيسيل تيران دي كاتاستروفيك، بون اون لا شانس ما كانش هنا فوالا. Cette équipe, elle commence à mûrir petit à petit. On a bien travaillé la semaine dernière contre le Burkina, on a bien joué contre le Burkina. On a bien travaillé cette semaine. Lyon, on a réussi à voir qu'on aurait pu marquer plus de buts. Voilà, alhamdoulilah, fier de cette équipe. Mais c'est pas fini, il faut gagner le Rwanda pour avoir plus de chance, pour être en plus en confiance qu'une lab à Blida, Inch'Allah. الحمد لله وين حققنا ثلاث نقاط هنا في البناء اللي ما كانوش ما كانش سهله، الحمد لله ربي وفقنا وين جبنا هذه ثلاث نقاط، وان شاء الله مازال مقابله تاع رواندا ان شاء الله نزيدوا نحققوا فيها ثلاث نقاط ان شاء الله. الحمد لله كما شفتوا جينا لنا بور ان بون ريزولتا، الحمد لله انا بي انا بي كاني سو ماتش، انا كريت ديز اوكازيون فوالا، انا ماكي تخوا بيت الحمد لله سي لي سي ان شاء الله. ان شاء الله نديروا حاجه في ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. خويا سايتي ديفيسيل مي جو بونس كون افي ليسونسيال خويا. صحيح.